اللعاب تاع الماء اللعاب تاع الماء تشد ذاك الديك تشد ذاك السماء على رجليها تكليف اللعاب ديال الماء باش تدخل الصندوق. السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال الناس كيتسألوا شنو نعطي النحل في فصل الخريف، القاعدة شنو كتقول؟ باختصار، ملي الخلية أو صندوق كيكون فقير من حبوب اللقاح ولا العسل، النحل ما كيزيدش لقدام، ما كيتكاثرش النحل. يعني النحل ملي يقلب الصندوق ويلقاه ما فيهش حبوب اللقاح ما فيهش العسل، خاصو يتدخل، خاصو يوفر ليه هاد الشروط هادو باش النحل ديالو يقدر يتكاثر ويتجيش. إلا كان خاصو العسل يدير ليه التغذية الداخلية سيرو في العلافة، وإلا كان خاصو حبوب اللقاح خاصو يدير ليه التغذية الخارجية. التغذية فيها بزاف ديال الأنواع، كاين عجينة الكاندي، كاين اللي كيمشي يشري حبوب اللقاح طبيعية وكيرش عليها الماء والعسل، وكاين اللي كيدير الدقيق. حنا في هذا الفيديو درنا الدقيق، وغادي تشوفوا إن شاء الله نحل كيفاش غادي يستجوب معاها. ندوزو دابا ونعرفو اشنا هي التغذية الخارجية. التغذية الخارجية كنديروها النحل في نصف شهر 9، شهر سبتمبر، ملي الطبيعة كتكون ضعيفة وما فيهاش حبوب اللقاح، كيكون شح المرعى، الى غاية فصل الربيع. علاش كنديروا التغذية الخارجية؟ كما قلنا في الصندوق او في خلايا النحل، الملكة مكلفة بالاقتصاد، الملكة هي المكلفة بالاقتصاد بالخطرة ديالها. ملي كتجيب دورة في الخلية وما كتلقاش حبوب اللقاح، ولا كتشوف النحل كيدخل ورجليه خاويين، النحل كيدخل كيخرج يسرح ولكن كيدخل ما جايب معاه لا حبوب اللقاح لا والو، الملكة ديك الساعات ما كتبيضش وما كديرش الولد. علاش ما كتبيضش وما كيكونش الولد؟ علاش؟ حيتاش هي كتقول الا بيضت اكثر النحل، النحل ما غادي يلقى ما ياكل، وحنا ولا النحل ماشي في صالحو هاد القضية، حيتاش النحل حيتاش الصندوق ديالو او الخليه ديالو غادي تنقص، ما غاديش يبقى فيها النحل كتير. وكما كنعرفو حنايا من بعد شهر سبتمبر وشهر 9 كي واحد شويه غادي يجي فصل الربيع، وحنايا بغينا النحل يكون كتير عندنا في فصل الربيع باش نقدروا نخدموا به ونقدروا نقسموه بلا ما نتسناو حتى الشهر، حتى الشهر 1 2 وفصل الربيع ونتسناو امتى يجيش النحل. خاصنا نبداو نجيشو فيه من دابا باش نكونوا موجودين وما نضيعوش الوقت. يعني حنا اش كنديروا؟ كنديروا التغذيه الخارجيه. فاش كنديروا التغذيه الخارجيه وكيبان لكم النحل كيدخل حبوب اللقاح، كيبان لكم النحل رجليه عامرين وكيدخل حبوب اللقاح كتير، الملكه كتحفز، كنديروا لها التحفيز، او النحل العموم كيتحفز وكيولي كتولي الملكه كتبيض بزاف، كدير لنا البيض وكيولي عندنا الولد. يعني حنايا كنديروا لها التحفيز او كنخدعوها. المهم عندنا هنايا هو هذيك الصندوق ديالنا هو خصو يتجيش، يكون فيه النحل بزاف باش نقدروا نخدموا به، ماشي حنايا فصل الربيع ندو صنادق خاويين من النحل ونتسناو امتى يعمروا امتى تولد الملكه اعلان نبداو نخدموا حنايا. ما يمكنش، خاصنا نبداو من دابا. بالنسبة للنوع ديال الدقيق، يمكن لك دير الدقيق الصوجا، الحمص، الفول، القمح، كل واحد وجيب ديالو. ايضا يمكن لك تزيد توابل بحال الكركم، سكينجبير او القرفة. الى بان لك النحل ما بقاش كيسرح على الدقيق يمكن لك تزيد ليه شي توابل من هادو، ولكن ما ديرش كل شي في خطرة، كل مرة ندير نوع من التوابل، كل يومين كل 3 ايام، مرة درتي السكينجبير، مرة جاية دير الكركم، والمرة عاوتاني جاية دير القرفة. والتوابل كيحفزوا النحل وكتبدل عليهم الريحه، كيولي النحل ديما سارح على ديك الدقيق.
ما تنساوش توزعوا التغذية الخارجية على المنح الكامل، ما تديرش غير بلاصة واحدة، ولكن وزع كل بلاصة دير فيها شوية. خلاصة، التغذية الخارجية هو كبديل لحبوب اللقاح اللي كتكون في الطبيعة اللي كتكون في الزهور. اليوم شفنا الطريقة تاع الدقيق، نتمنى تكونوا استفدتوا في الدرس. ما تنساوش ديروا ابوني ولايك. نشوفكم في درس اخر ان شاء الله.